ايه يا فندم، ايه خلصنا معلوماتي؟ خلصنا معلوماتي، نخش على ما وراء الخبر. ما وراء الخبر، انت لسه عندك معلوماتي تاني؟ لا ولا ما وراء الخبر؟ ما وراء الخبر، على بركة الله. اتفضلي. اللي معانا اول معلومه، معانا اول ما وراء الخبر اللي هنتكلم عليها هي صفقه كريم فؤاد. ماشي، تمام. طبعا الاسبوع اللي فات كل الناس عماله تتكلم، الصفقه رسمي، الصفقه تمت ما تمتش، هنكشف الكواليس كلها معاك دلوقتي. يلا بينا. مبدئيا كده لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها كريم لسه ما وقعش للنادي الاهلي. تمام، يعني دي المعلومه الاكيده اللي عندي. ماشي. كان تم الاتفاق معاه من يومين ان هو يوقع، لكن تم تاجيل الميعاد ليوم تاني. ماشي، تمام. بالنسبه للاتفاقات بين نادي النجوم والنادي الاهلي تمت وخلصت، وتم توقيع يوم الاربع العقود وتوقيع الشيكات، لان الصفقه تمت ب 15 مليون جنيه على اربع اقساط. تمام، في بقى اضافات. والله الراجل يعني مشكور، استاذ محمد الطويله كان معايا على الهوا، فسالته طب يعني قول لي الرقم 15 مليون. فقال لي والله بضعف قدامك، بس مش حبيبي بقل من 15 مليون. وبعد ما قال لي انا مش عارف، بس هو ما باعوش ب 15 مليون بس. هو شاطر برضه يعني. هو حط اضافات في العقد. والله الاضافات دي بقى ايه؟ حوافز وامتيازات وحاجات شبه يعني كده. مليون جنيه، بس هو صادق يعني، اقصد ان هو صادق معايا فيما قاله في الرقم يعني. طبعا في مليون جنيه لو اللاعب تم توج بالدوري مع نادي الاهلي، في مليون جنيه ثانيه لو توج بافريقيا مع الاهلي، ماشي، في مليون جنيه ثالثه لو شارك مع المنتخب الاول في خمس مباريات رسميه. حوافز العقود الجديده كلها بتعمل كده، عقد طاهر معمول كده، عقود الجديده كلها بتعمل كده. الموضوع اتاخر ليه بقى؟ اتاخر لان كان في شويه مشاكل في بنود التعاقد في العقد نفسه كان النجوم حاططها، زي ان النادي الاهلي كان عايز يحط بند، البند ده كان حاطه في عقد طاهر بالمناسبه مع المقاولين، ان لو اللاعب اتصاب في الوقت ده من دلوقتي لحد نهايه الموسم ساعتها يبقى الاتفاق او الديل لاغي. ده كان حاطه في عقد طاهر. تمام، ده النجوم قال لا ومش هينفع العقد ده، البند ده يتحط في العقد وكده خلاص احنا مش هنبيع. يعني بعد ما كانوا اتفقوا على كل حاجه، وهو البند ده اللي وقف الموضوع شويه يعني. لكن في الاخر خافوا يتصاب مع امبي. ايه خافوا يتصاب؟ اكيد طبعا، لسه الموسم مكمل لحد شهر 8 او 9 كمان، احنا لسه مش عارفين هيخلص امتى. فقالوا البيع نهائي يا اما. طيب يبقى هو الاهلي خلاص خلص مع الناس، خلص والعقود اتمضت يوم الاربعاء، والموضوع يعني هي مجرد ايام، يومين او حاجه، 48 ساعه، الموضوع يخلص. لعيب كويس، لعيب مهم، وهيبقى في النادي الاهلي كريم فؤاد، بنبارك له طبعا، الف مبروك.